السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح تكملة اللوكيميا، وكان في عيلة من الأدوية مشهورة جدا 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 اللي هي التي كي اي ديت، اللي هي التيروزين كاينيز انهيبيتور. العيلة دي كانت مشهورة أوي 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 وبتستخدم في اللوكيميات، وخاصة كنت قايل لك اللي هي بتاعة الفيلادلفيا ايه كروموسوم لما يكون بوزيتيف. بنبدأ ناخد العيلة اللي هي التينب، بتنتهي بمقطع تينب ماشي، وأشهرهم كان الماتينب. تعال نبدأ بقى نشوف العيلة دي بتعمل ايه. أول حاجة أنت عندك الدواء اسمه، في انزيم في جسمنا اسمه تيروزين كاينيز. تيروزين كاينيز من اسمه كاينيز يعني محرك، يعني بيعمل فوسفوريليشن، بيحط فسفرة. حلو، بيجيب الاي تي بي. الاي تي بي أنت عارف إن هي فيها ثلاثة ايه فوسفات، بيبدأ ياخد منها واحدة واحدة فوسفات، أو في وجود الانزيم ده ياخد منها واحدة ويروح على البروتين يخليه فوسفوريليتد، فبالتالي بيعمل لك فوسفوريليتد للايه للبروتين، فالبروتين كده بقى ايه متفسفر. طب بالنسبة للاي تي بي لما ناخد منها واحدة هتبقى فيها اتنين ايه اتنين فوسفات بس. حلو قوي، البروتين الفوسفوريليتد ده وظيفته ايه بقى في جسمنا؟ قال لك ده جامد جدا، ده يقدر يعمل اون واوف سويتش. يعني ايه؟ يعني والله ادي جسمنا اهو، جسمك عايز يعمل خلايا ويكتر ويعمل لك بروتينات كتيره وسيجنال ترانسدكشن، ويبدا بقى يعمل لك بروتينات ودي ان ايه والحوارات اللي احنا عارفينها دي، ويبدا يكتر خلايا. فاحنا كده نشغل اون سويتش، نشغل كده المشترك، نفتح المشترك كده نشغله. طب عايزين نقفل المشترك، قال لك سهله، في عندنا اوف سويتش يقفل لنا ايه المشترك، يبقى يقفل لك الانقسامات والديفيجن والحاجات دي كلها. يبقى بالتالي فوسفوريليتد بروتين دي مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة جدا 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 في الايه في الجسم بالنسبة للانقسامات والحاجات دي. حلو، قال لك الدواء بتاعنا ده اللي هو الكاينيز اللي هو التيروزين كاينيز بيعمل ايه؟ قال لك التارجت مولوكيول بتاعه البي سي ار اي بي ال اللي انا كنت قايل لك عليه. حلو، مهم قوي 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 قوي، لان الحته بتاعت الكروموسوم دي لما الكروموسوم اللي هو الفيلادلفيا كروموسوم اهو تكتب عليه حته اسمها بي سي ار وحته اي بي ال، الاثنين دولت ما بيشتغلوش لوحدهم كده، لا 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 لا، بيروحوا يجيبوا بروتين كاينيز، بروتين كاينيز، بروتينات حصل لها فوسفوريليشن. فهم لما بيجيبوا البروتينات اللي حصل لها فوسفوريليشن، البروتينات اللي حصل لها فوسفوريليشن دي تبدا تشغل اون سويتش، فاون سويتش يبدا يعمل لك ايه تكاثر 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 تكاثر، ويبدا يديك لوكيميا. قال لك بس سهلة خالص، أنا هاجي على الخطوة هنا أهو اللي هما بيجيبوا فيها بروتين فوسفوريليتد دي، وأروح جاي ضاربها بأدوية اسمها تي كي أي اللي هي تيروزين كاينيز انهيبيتور. بس هو ده اللي هيبدأ يحصل. الأكشن بتاعها إيه؟ ثواني نكمل معانا إيه الميكانيزم أوف أكشن بتاع العيلة دي. قال لك العيلة دي بتروح والله تمسك في مكان التيروزين كاينيز وتوقفه، أدي التيروزين كاينيز رايح يقعد على البروتين هنا عشان يحط له فوسفوريليتد، خليه فوسفوريليتد كده عشان يبدا يشتغل ويبقى اون سويتش، يبدا يعمل لك لوكيميات ويبدا يعمل لك ايه ديفيجن ويكتر لك الخلايا. قال لك لا احنا نوقف الباشا ده. حلو حلو، اهو دي بقى الحته اللي انا كان نفسي اشرحها لك من زمان، السي ام ال. ممتازه ممتازه ممتازه، اون سويتش، شغلنا هنا اون سويتش. اون سويتش بيشتغل ازاي؟ ادي الكروموسومين اللي انا كنت قايل لك عليهم اهو، خلي بالك ده كروموسوم كبير رقم 9، وده كروموسوم يعني متوسط كده اسمه 22. ايه اللي حصل؟ كروموسوم رقم 9 على حته اسمها اي بي ال، الاي بي ال دي تبدا تروح هنا جنب البي سي ار اهو، هيقعدوا هما الاثنين هنا كده، ويبدا حته من الارم اللي فوق دي ما نعرفش اسمها اللي هي اسمها شورت ارم مثلا، تروح جايه رايحه قاعده هنا. فينتج عنه ايه؟ ينتج عنه ان الباشا ده هيبقى حته كبيره كده، وهينتج كروموسوم كمان اللي هو بقى الكروموسوم ده اللي هو 22، بس هنغير اسمه بقى مش هنسميه 22. ليه؟ لان 22 عليه بي سي ار بس، لا ده جاله كمان حته اسمها بي سي ار واي بي ال، فبقى شكله عامل كده ومتقصقص من هنا، فلما يتقصقص من هنا هيبان شكله صغير، لوكس سمولر، بيبقى شكله صغير كده شويه، وده بنسميه الفيلادلفيا كروموسوم. كروموسوم رقم كام؟ 22. فيلادلفيا كروموسوم اهو اللي انا كنت قايل لك عليه، شكله صغير كده. بيبدا بقى البشوين دولت اللي هو البي سي ار والاي بي ال دي بروتينات، عباره عن ايه بروتينات كده، بتبدا تلزق في بعضها، بتعمل فيوجن جين، اهي الجينات دي تبدا تلزق في بعضها، لما تلزق في بعضها تبدا تعمل لك ترانسدكشن وترانسليشن، وتبدا تجيب لك بروتينات، بروتينات ملح، بروتينات دي لازمها تيروزين كاينيز عشان يبدا التيروزين كاينيز يحط لك عليها فوسفوريليشن، وتبدا تشتغل اون سويتش وتبدا تعمل لك كانسر. طب ما احنا سهل، احنا كده عرفنا اللعب. طب ما تيجي اما نوقف الباشا الخطوه دي، نوقف خطوة ان احنا نحط فوسفوريليشن، وبالتالي اون سويتش مش هيشتغل، وبالتالي مفيش كانسر.
فالادويه دي كانت عملت ثوره، الادويه دي ممتازه، وهو الامتنب ده ادويه ممتازه جدا جدا جدا، عملت ثوره في علاج الايه، في علاج اللوكيميا. طبعا اهو ادي الامتنب ده عباره عن بروتين كاينيز بس انتاجونست، بيروح يوقف التيروزين كاينيز انهبيتور اهو. حلو حلو. بيقول لك دولت لما يبداوا يعملوا انفيوجن بيدوك ايه، بيدوك السي ام ال او بيدوك الاي ال ال، فاكر اللي هو الادلت تايب اللي هو الناس الكبيره اللي كنت بقول لك باد بروجنوزز. حلو. فبيبقى وحش جدا جدا جدا. وفي برضه عندنا حاجه اسمها جيستا اللي هي جاسترو انتستاينال تيومر، وها كمان كده سيبك من كل الكلام ده، احنا اهم حاجه نخش على السايد افكت اللي هنا برضه ممكن نحفظها، لازم طبعا تحفظ السايد افكت. تعال نكمل بقى السايد افكت ايه، النوزيا فلويد ريتينشن، يبدا يجمع لك فلويد كتير في جسمك فيبدا يعمل لك اديما، وممكن يعمل لك كونجستيف هارت فيلير، ويعمل لك برولونجيشن للكيو تي انترفال في الاي سي جي. ماشي ماشي. قال لك في بقى عندنا بعض الادويه التانية زي الديسيتنب والنيلوتنب والدوسيتنب، الادويه كلها ممتازه وحلوه ماشي، بس كلهم بيعملوا ايه، بيعملوا إيه يعني ادفيرس افكت. مش لازم نحفظ الادفيرس افكت دي، ولكن عايزين نركز على ايه، عايزين نركز ان التي كي اي كلهم تراتوجينيك ماشي، زي دواء احنا لسه واخدينه اللي هو اللينا ليدو مايد، واللي باستخدامه ها فكر 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 في الفايف كيو ديبليشن، فايف كيو ديبليشن في الام دي اس. حلو. في كمان عيله كمان اسمها الساليدو مايت، الحاجات دي كلها تراتوجين ماشي، اي كيمو في الغالب هيبقى تراتو ايه، تراتوجين. تعال نخش بقى على العلاج بتاع السي ام ال، السي ام ال، السي ام ال طبعا احنا بنتكلم ايه، بنتكلم كده ام 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 يبقى مايلويد ماشي، سي يعني كرونيك، كرونيك قلت لك السي ام ال بتيجي في الناس اللي هي ايه الادلت اللي هم متوسط الاعمار. حلو. ممكن نعالجها بايه، نعالجها اهي دي كبسوله كده بنعالجها بيها ايه الكبسوله دي، تفتكر يعني معانا ان احنا ممكن نعالجها بانترفيرون الفا بهيدروكسيوريا بالبوسلفان والالوجينيك ستيم ايه، ستيم سيل ترانسبلانت. هتقول لي يعني ايه الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانت، ويعني ايه اصلا الوجينيك؟ قال لك الالوجينيك ديت في منها 3 حاجات، في منها اوتو، في منها الو، في منها زينو. الاوتو من جسم هنجيب حته ونوديها في نفس الجسم برضه، يعني شبه ايه، شبه سكين جرافت، السكين جرافت بيقطع حته مثلا جلد من رجلي يحطها لي مثلا ايه عند مثلا وش، عند ايد لما اجي مثلا اتحرق ولا حاجه، فبيشيلوا حته من جلد الانسان يحطها في نفس الايه، نفس البني ادم. حلو. قال له دي يعني ايه، قال له دي بنجيب حته من بني ادم نوديها لبني ادم تاني، يعني نفس السبيشيز نفس الفصيله بنجيب من بني ادم نوديها لبني ادم، انما زينو، زينو ده بنجيب من فصيله نوديها لفصيله تانيه، يعني نجيب من بني ادم نوديها في حيوان مثلا، ونجيب من حيوان نوديها لبني ادم. ماشي. تفتكر ان قال له دي بتاعتنا ازاي، احنا كمان ادمين بنقول ايه، بنقول هلو هلو، يبقى هلو يبقى قاله بس يا عم. خلصانه خلصانه. خش بعد كده هو بيقول لك عيله الادويه ديت كانت جامده جدا جدا جدا، دلوقتي عملت طفرة في الموضوع دوت. العيلة ديت هتستخدم معانا في السي ام ال، واللي هو ليه بنستخدمها في السي ام ال، لان السي ام ال عبارة عن 9 22 ترانس ايه، ترانس لوكيشن، اللي هو فيلادلفيا كروموسوم بوزيتيف، والعيله دي اللي بتروح تشتغل في فيلادلفيا كروموسوم بوزيتيف. وعرفتك ليه، لانها بتجيب تيروزين كاينيز، ولا يبدا يعمل لك ايه، ولا يبدا يعمل لك فوسفوريشن والكلام ده كله. اهو ديت العيله، هيت العيله ديت في منها كذا جنريشن، اول جنريشن هو الاب الروحي اللي انا قلت لك عليه اللي هو الاماتنب، في بعد كده ايه الدوسيتونيب، وده ممتاز، اكتب لي عليه كده ممتاز. ليه؟ لان السكند جنريشن ده كله على بعضه كده اقوى بمراحل من الفيرست جنريشن، قوي جدا 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 جدا. يبقى سكند جنريشن مور بوتنت عن الايه، عن الفيرست جنريشن طبعا ماشي، اقوى منه السكند جنريشن، فلازم يبقى اقوى منه. حلو قوي. قال لك ايه بقى، قال لك السي ام ال طلعت الاف دي اي قالت لك بتعالج ب6 دراجز، اهو حطيت لك حاجه اسمها 6 دراجز. ايه بقى ال6 دراجز دول؟ طبعا الحاجات بتاعه التي كي اي هم كام كده قدامك، ده 1 2 3 4 5، ادي 5، فين بقى اعمل حاج السادس، السادس اهوت اللي هو الاوما سيتاكزين. الاوما ايه، الاوما سيتاكزين ده عباره عن بروتين سينسيز انهيبيتور، بيروح جاي رايح برضه يوقف لك البي سي ار اي ال بي 1، بيروح جاي يضرب لك الحته دي يخليها برضه ما تشتغلش. فلما انت تضرب لي الحته دي والتيروزين كاينيز يروح يضرب لي الحته دي، لا ده انت كومباينيشن جامد،
انت كومباينيشن جامد جدا، انتوا كلكم كده عرفتم ان السي ام ال شغاله على ايه، فيلادلفيا كروموسوم، تروحتوا على الفيلادلفيا كروموسوم ده حرفيا بوظتوه، خلوه ولا كانه موجود، خلوه ما يشتغلش. فانتوا كده ايه، انتوا كده ادويه يعني. ثانكس ثانكس جدا. الفيس بقى بتاع السي ام ال، السي ام ال ديت لما تيجي تدرسها بيبقى فيها ثلاثه ايه، ثلاثه فيزز كده. اول فيز معانا اللي هي اسمها كورنيك فيز. الكورنيك فيز دي بتبقى اسيمتوماتيك، وفي الغالب الناس بتتشخص في الفيز دي، بيجي لك واحد بالغلط كده اعمل سي بي سي، تبدا تبص ايه ده يا لهوي، ده انت عندك وايت بلاد سيلز كتير وبتاع، ايه ده، ده انت خلاص كده على طول سي ام ال. ماشي، حلو قوي، ويا سلام لو اكتشفناه هنا بيتعالج يعني، ان شاء الله ايه فرصه حدوثه بيتعالج. في بقى حاجه اسمها اكسلريتنج ايه، اكسلريتد فيز. اكسلريتد فيز ده بقى بيبدا يحصل فيها سيمتومز، البلاستات بتبدا تزيد شويه، بيبدا الاماتور سيلز تبدا تزيد، تبقى 10% مثلا، تبقى 15%، بس ستيل ما زادتش عن 20%. حلو، ايه ده، يحصل فيها سبينوميجالي وكمان بيزوفيليا، وهشرحها لك ان شاء الله لما نيجي في الفيديو الاخير بتاع اللي احنا هنمشي بقى من كتاب الاسم. الفيديو ده هشرحها لك السي ام ال بالتفصيل اكتر، بقى في ثلاثه فيز، وثلاثه فيز هقول لك بيحصل فيهم ايه بالتفصيل. في حاجه بقى اخيره اسمها بلاست كرايسس. ايه البلاست كرايسس؟ عدد البلاستات فيها مش 10 ولا 15، عدد البلاستات فيها بتزيد عن 20، ودي اللي انا كنت بقول لك عليها اسمها سكندري اي ام ال. سكندري اي ام ال اون توب السي ام ال، يعني دي بتطلع على دي، تبدا البلاستات تزيد، وبالتالي بتاخد كده بيهيفيور الاكيوت لوكيميا، تاخد نفس البيهيفيور بالظبط اللي هو اجريسيف بقى وناشفه، تبدا تموت والحوارات دي كلها. حلو حلو. طبعا معانا بيزوفيليا، ليه معانا بيزوفيليا؟ لان انت ام يعني مايلويد، بتبدا تاخد الثلاثه نيتروفيل بيزوفيل ايزينوفيل، ده الثلاثه زايدين، الثلاثه زايدين. حلو، بيقول لك السي ام ال بيموت، بيموت ليه؟ بيموت بسبب ان هو ممكن ياخد بيهيفيور الاكيوت لوكيميا والتيرن اوفر والكلام ده كله، بتتحول لاي ام ال اكتر بكتير من ان هي تتحول لاي ال ال. ادي الامات اللي بهو ده اول واحد ممكن نستخدمه، بتبدا بيه الاول كده، وينفع يستخدم في كل فيز، في الديسوتنيب يستخدم برضه في كل فيز، وده الصراحه احسن 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 احسن، لانه قلت لك ان هو اقوى اقوى منه بمراحل. فالصراحه بنبدا بالديسوتنيب الاول. في النلوتنيب، النلوتنيب بينفع يستخدم في كله ما عدا البلاست كرايس اللي هي المرحله الاخيره، ده خلاص كده بيبقى اصلا اسمها ريفراكتوري للتريتمنت، يعني التريتمنت ما بيجيبش معاها اي نتيجه. في الديسوتنيب البوسوتنيب بقى ده دواء بس ايه، ما ينفعش نستخدمه فيرست تشويس، برضه نفس الكلام ايه البوناتينيب، برضه ما ينفعش نستخدمه في الاول. اما الدواء الاخير اللي احنا كنا قلنا عليه الدواء السادس، الدواء ده بيقول لك يعني لما تستخدم لي مثلا ده وما يجيبش نتيجه، وتستخدم ده وما يجيبش نتيجه، لا ابدا بقى خش هنا جرب، عشان ده برضه بيروح يعني ممتاز، كان بيروح برضه على نفس الحته. حلو حلو، تعالى بقى نكمل. سبيشال سيتويشنز بقى، بيقول لك عندنا الاماتنب ريزيستنت سي ام ال، انت جربت الايه الاماتنب وعيله التي كي اي، مش جايبه معاك سكه، مش جايبه معاك سكه. اول واحد اللي هو الاماتنب ده جربته مش جاي معاك، هتقول لي اه ما هو الاماتنب ده اصلا يعني ضعيف، انا لسه قايل لك ان هو ضعيف، خلاص نخش على السكند جنريشن ان هو كان قوي جدا، النلوتنب او الدوسوتنب الممتاز. ماشي، في سي ام ال الميوتيشن بتاعتها 3 ايه تي 3 1 5 1 ما علينا، وبنبدا نستخدمها ايه البونيتينيب. سيبك منها، احنا دلوقتي بنعالج بايه، بنعالج بعيله الماتنب اللي هي تي كي اي، ما جاتش معانا سكه هنبدا نخش على الالوجينيك بوم مارو ترانسبلانت. وفهمتك يعني ايه الوجينيك، في الو في زينو في اوتو. حلو حلو، من بشر لبشر يعني ايه، يعني الو هي دي يعني ايه الوجينيك بوم مارو ترانسبلانت، يبقى انت هتجيب له ستيم سيل من بني ادم وتوديها لبني ادم تاني، كده يبقى نفس السبيشيز، نفس الايه، نفس الفصيله بتاعتنا. حلو حلو، تعال نخش بقى على حاجه اسمها اليوكوستيزيس. اليوكوستيزيس دي كنت قلتها لك قبل كده اهي، هتقول له قلتها لي فين، قلتها لي فين، اهو بص شايف الاكيوت لوكيميا كان في النص هنا، كنت بقول لك بيخش البريفرال بلاد، اي اكيوت، اي اكيوت كان بيبقى فيها بلاست، وخاصة الاي ام ال كان بيخش فيها البلاستات، تبدا تعمل لك اليوكوستيزيس، تقول لك ادي البلاد فيزل، يبدا يتحشر كده شويه بلاد سيلز كتير، تبدا تعمل لك اسكيميا، اسكيميا ماشي، وممكن ايه، ممكن من ثم تموت. فعشان كده كنت بقول لك عليها ان هي امرجنسي، حاله امرجنسي، لازم بسرعه تتصل بالاسعاف وتجري ايه، تجري على الاسعاف. هتقول لي واي، ركز بقى معايا، بيقول لك كان اكور في الاي ام ال، اي ال ال، سي ام ال. هتقول لي ليه؟ اقول لك السي ام ال هي اصلا ما فيهاش بلاستات، دي بتبقى سايت، انما ممكن امتى تقلب ببلاست؟ لما يحصل فيها كرايسس، بلاست كرايسس اللي احنا سائلين لك عليها، لو قلبت بلاست كرايسس ازيد من 20% تقلب يا باشا وتجيب. طب الاي ال ال، الاي ال ال دي اصلا بقى فيها بلاست، اسمها اكيوت لينفوس ايه، لينفو بلاستيك لوكيميا.
الاي ام ال برضه بتبقى اكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا. حلو، فالاثنين دول اسمهم بلاستيك اصلا، وديت سكندري اي ام ال. حلو، الموست كومن سيمتومز ايه؟ بتلاقي الراجل يبدا يجي له ديزنيا، يبدا يجي له هايبوكسيا بسبب ان انت الفيزلز اتقفلت. الفيزلز اتقفلت يا باشا، فالراجل مش عارف ياخد نفسه، تلاقي في ديزنيا، تلاقي في هايبوكسيا، فلازم امرجنسي قبل ما ايه، قبل ما يموت. الليوكوستيز قلنا لك لبسه بالبلاستات عدت 100,000، رقم غشيم 100,000. يعني انت متخيل كانوا مثلا من 4,000 ل 11,000، بقى 100,000 مره واحده. ده كان البلاد فيزل بقى مليان خلايا، فبقى تقيل، الفيسكوستي تزيد انما الفيلوستي بتقل، سرعه الدم بتقل، فبقى الدم ماشي بالراحه، فالتيشو برفيوجن طبعا يقل، فيحصل هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي هيترقم عليها ايه؟ اسكيميا في السريبرال، او استروك اصلا، او هيموريدج. هتقول لي هيموريدج؟ واي هيموريدج؟ اقول لك شايف عدد البلاستات دي كبيرة قوي وكتير، فبترابشر، فكل لما ترابشر تبدأ تعمل لك ايه؟ تعمل لك هيمورج. ده بسبب الرابشر، رابشر بلاست يبدأ يعمل لك هيمورج. سلادج في البلمونري فيزل تبدأ تقفل لك، هناك تعمل لك ريسبيراتوري ديستريس او دي اي سي. هتقول لي دي اي سي ازاي؟ برضو ان البلاستات هترابشر. البلاستات دلوقتي عامله لك حاجتين، قافله لك بلاد فيزل، فعامله لك زي ثرومبوزس كده، وفي نفس الوقت هي نفسها بترابشر، فبتعمل لك بليدنج ودم، فكده مسيبه لك الدم وموقفه لك الدم، عامله لك في نفس ايه الحاجتين هم بتوع الدي اي سي، في دم سايب ودم ايه بليدنج، نفس الحاجتين. تيومر لايسيس سندروم تدخلك فيها ليه؟ طبعا سبب ان الخلايا عماله تفرقع تفرقع تفرقع، فيبدا يزيد عندنا الثلاثيه المرحه، اليوريك اسيد، يزيد عندنا البوتاسيوم، يزيد عندنا الفوسفورس، الثلاثه دولت يزيدوا ويبدا يدخلوا لك في الموضوع ده. طب بيقول لك احنا ممكن نشخص الموضوع ده ازاي؟ سهله خالص، تبدا تعمل وايت بلاستيك كاونت هتلاقيه اكتر من 100,000، رقم كده كبير قوي. تبدا تعمل ارتيريال بلاد جاز بقى، وتبدا تشوف الساتوريشن بتاع الاوتو، بيقول لك هتلاقيه فولسلي ديجريزد، يعني ايه؟ المفروض هتلاقيه قليل. ايوه، عشان الراجل عنده هايبوكسيا، ولكن هو الصراحه ده فولس، المفروض اصلا ما يبقاش موجود كده. ليه؟ الراجل عنده وايت بلاد سيلز بقول لك اكتر من 100,000، فكتير قوي قوي قوي، فتبدا هي تستخدم اوتو اكتر، فيبان ان الراجل ما عندوش اكسجين، فقال لك لا احنا خلاص ما نحسبش الارتيريا، يعني لو سحبنا منه دم ارتيريا، الساتوريشن بتاعنا المفروض يبقى مثلا 98، مش 100%، 98 مثلا، 99، يا عم معاك لحد 92 يبقى انت كذا الفل ونورمال. لا، الراجل ده بقى ممكن تلاقيه واقع عن كده كمان، الراجل ده ممكن تلاقيه 8، فانت كده تشك ان كده عنده هايبوكسيا والدنيا كده بايظه، ولكن لا، مين اللي مستهلك الايه؟ الاوتو ده كله الوايت بلاد سيلز. فنبدا نعمل ايه؟ تبدا ما تقيس الارتيريا الاوتو، بيقول لك قيس البلس اكسجين احسن، افضل ايه؟ افضل منه. حلو، عايز طبعا تشخص التيومر ريس سندروم، تبدا تعمل الثلاث دول هتلاقيهم زايدين. الحاجه اللي بعد كده ممكن تعمل الشيست اكس راي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي انترستيشال او الفيرال انفلتريشن، عشان كده عملت له ريسبيراتوري ديستريس سندروم. حلو، البايوبسي بقى من مايكرو فاسكوليتشر هتبدا تلاقي البلاستات، البلاستات ماشيه لك في الدم كده وكتير بقى، 100,000، اكتر من 100,000، فطبعا العدد كبير قوي قوي قوي. هنعالج ازاي؟ قال لك اول حاجه هتدي هيدروكسيوريا، الحاجه اللي بعد كده الليوكوفاريسز، وقلنا لك بنشيل منها كل الليوكوسايت، سواء بقى بلاستات او بلاستات، كله بنشيل كله. حلو حلو، نعمل اندكشن للكيمو سيرابي، تبدا تدي كيمو سيرابي طبعا عشان نبدا نقلل عدد اهي. بص، ممكن تقلل عدد البلاستات، بس للاسف وانت بتدي ممكن عدد البلاستات دي تفرقع، طب ما ده حاجه وحشه، قلنا لك هنعمل هيمورج، ممكن كمان تروح تفرقع لك في اللنج بالذات، فتعمل لك حاجه اسمها ايه؟ اسمها نيو ايه؟ نيونوباثي. ماشي، عندنا بروفلاكسس فور تيومر لايسس، قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجتين رايقين اللي احنا كنا بنعملهم، بندي هايدريت يعني نغذي الراجل، ونبدا نديله ميه كويسه وسوائل كويسه، وبعدين بتدي معاها الاليوبيرينول، او ممكن كمان الراس بيوريكيس. الحاجات دي كلها بتروح تشتغل على الزنسين اوكسيديز، وتبدا تقلل لك اليوريك اسيد، تخليه ما يعملكش ولا جوت نيفروباسي ولا توفاي بقى ولا ايه، ولا الحاجات الجوت اللي هي الوحشه دي، ولا تبوظ لك الايه الكلى ولا كده. برين طبعا راديشن عشان نمنع ان البرين يبدا يبوظ، لان انا كنت بقول لك ان البلاستات لها القدره خاصة في الايه اللي طبعا ان هي تعدي لك السي ان اس، وما ادراك بقى لما تعدي السي ان اس، كنت بقول لك تعمل اريتيشن للمننجيز، تبدا تعمل لك هيدك، تبدا تلطش لك مثلا حاجه من البرين نيوكليوي، تعمل لك بالسي، ماشي، ممكن تعمل لك افكشن للسباينال كورد كمان. فاحنا طبعا ده الملخص بتاعنا اهوت، في الامرجنسي لازم تدي هيدروكسيوريا، افريزز، اندكشن، كيمو ثيرابي. حلو،
في حاجة بقى طبعا ممكن تكونوا مش فاهمينها كويس، اللي هي اسمها ايه؟ اسمها لوكومويد رياكشن. لوكومويد رياكشن، ولكن احنا الحمد لله هشرحها لك اهو بالتفصيل وهفهمك يعني ايه لوكومويد رياكشن. الكلمة دي انت اكيد ممكن تكون سمعتها من اي دكتور فاهمها لك، ممكن يكون فاهمها لك وممكن يكون فاهمها لكش، فتعالى نفهم ايه بقى اللوكومويد رياكشن ده. ده بناين، تكتب لي كده بناين رياكشن. يعني ايه بناين رياكشن؟ يعني رياكشن كويس، مش حاجه تيومر مثلا، مش حاجه وحشه نخاف منها قوي. ده اكسجريتد ليكوسايت ريسبونس اجينست الميكروبيال باثوجين او الاستريس. بمعنى بتيجي انت تبص على الوايت بلاد سيلز يا عمنا بتلاقيها زياده، هي المفروض الطبيعي بتاعها من 4 ل 11000، تلاقيها مثلا بقت 15 50000 25000. لا رقم كبير، ابدا اشك كده ان انا في ايه، في لوكيميا. ولكن انت الصراحه ما انتش في لوكيميا، انت في حاجه اسمها اللوكومويد رياكشن هي اللي زادت اهو. بقول لك الوايت بلاد سيلز ممكن تلاقيها ازيد من 50000 عادي، معاك لحد 25 50، المهم بتبقى زياده وبرزيستنت. يعني ايه برزيستنت؟ ما هيش راضيه تقل، ما هيش راضيه تقل. مش مفروض بعد الباثوجين انا وانت جالنا باثوجين وجالنا يا عم التهابات وزورنا وجعنا لحد بص ما تعبنا، تيجي تبص على الوايت بلاد سيلز تلاقيها عاليه، صح ولا مش صح؟ ماشي، بس بعدها باسبوع ولا اسبوعين تبدا تيجي تبص على الوايت بلاد سيلز ترجع نورمال تاني. هنا بقى الراجل ده لا، ما رجعتش نورمال وتنتها بيرزيستنت، بيرزيستنت قاعده كده مكمله 50000 زي ما هي، مش قادره تقل. حلو حلو، ممكن يبقى الموضوع مايلويد او ليمفويد، يعني الليمفوسايتوزيس او يحصل لك نيوترو ايه؟ نيوتروفيليك ليكوسايتوزيس. حلو، يعني النيوتروفيل هي اللي زياده، لا اما الليمفو في ايه؟ الليمفويد هو اللي زياده. حلو حلو. طب الموضوع ده ممكن يكون بسبب ايه؟ قال لك ممكن يكون مثلا بسبب هيموريدج، حد جاله هيمرج مثلا، حد بياخد كذا درج مثلا شبه الدبسون خدناه اللي هو بتاع الجزام دوت الدبسون، او اي عيله من السلفر درج ماشي، السلفونامايدز والحاجات دي كلها. ممكن مثلا يكون بياخد سترويد، يكون بياخد مثلا عنده مثلا انفكشن برضه، انفكشن بقى زينا، ممكن يكون عنده مثلا حاجه زي التبي او برتاستس، الحاجات دي كلها بتبدا تعمل ايه الموضوع ده. حلو ماشي، فقال لك بقى ايه؟ قال لك لازم نحسب الموضوع ده كويس جدا جدا جدا. طب الموضوع اللي هو الليكومويد رياكشن دوت هيتشخص بايه؟ يتشخص بحاجه عندنا اسمها الالكالاين فوسفاتيز اللي هو الاي ال بي. ماشي، الاي ال بي دوت لما بنيجي نقيسه بنقيسه بحاجه اسمها سكورنج ميثود اللي اسمها لاب سكور، مهم قوي 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 وهشرحها لك كمان شويه بالتفصيل اللاب سكور ده. المهم اللاب سكور ده لو طلع عالي يبقى احنا كده الحمد لله في حاجه حلوه. يبقى تاني اللاب سكور ده لما بيزيد ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة حلوة جدا جدا جدا. ليه؟ ليه بقى دي حاجة حلوة؟ وإيه أصلا اللي خلى اللاب سكور ده يعلى؟ ركز بقى معايا، اللاب سكور ده بيعلى لما يكون الخلايا طبيعية، الخلايا ماتيور. ما هو بص احنا دلوقتي في لوكومويد رياكشن، يعني لوكومويد رياكشن يعني واحد جه مثلا جاله دور برد، دور البرد ده راح جاي معليله الوايت بلاد سيلز، مش كلها طبعا، لو جاله دور برد من اللي هو البكتيري غير الفيروسي، لو بكتيري هيزيد عنده نيوتروفيل، لو فيروسي هيزيد عنده الليمفوسايت. حلو قوي، المهم النيتروفيل ديت زادت، بتزيد ايه؟ بتزيد زياده طبيعيه، زياده من اللي هي الهايبر بليزيا اللي انا كنت قايل لك عليها في اول ما بدانا نشرح اللوكيميات، زياده اللي هي بوليكلونال وزياده الحلوه يعني. ماشي، المهم الزياده الحلوه ديت بتبقى ماتيور والخلايا شكلها حلو، خلايا طبيعيه، تبدا تعمل لاب سكور ده يطلع هاي، يطلع بوزيتيف، يقول لك ان في خلايا وخلايا كويسه، خلايا طبيعيه، خلايا فيها جرانيولوسايت، فيها جرانيولز، خلايا حلوه والدنيا جميله. ماشي، انما لو جيت انت بقى تبص على اللاب سكور في سرطان، في خلايا بقى ايه لسه لسه ماتيور، في خلايا مليانه بلاست، السرطان بقى مليان بلاست وكده ما فيهوش سايت، حلو، والخلايا المهم ايه ماتيور والدنيا بايظه، فتلاقي اللاب سكور ده بقى قليل. فالكوميد رياكشن كده بيبقى ايه؟ بيبقى بوزيتيف، بيبقى ايه اللاب سكور بتاعه عالي، لانه حاجه هايبر بليزيا، حاجه طبيعيه يعني رياكشن طبيعي، انما السرطان بيبقى اللاب سكور قليل. فدي الحاجه الوحيده اللي احنا بنفرق بيها الليكومويد عن التاني. اهو بيقول لك كيف كالم ات از ايه ات از بناين، فما تخافش منه، الكونديشن دي الحمد لله بنعالجها بايه؟ ان انت بقى تروح تعالج الباثوجين اصلا اللي عمل كده، الاستريس اللي عمل كده، الهيموريدج اللي عمل كده، لو في تي بي، لو في برتاستس، الحاجات دي كلها نبدا ايه؟ نبدا نعالجها. سي ام ال اهي بيقول لك ممكن نشخصها بايه؟ بلوكوسايت ايه الكالاين فوسفاتيز اللي هو اللاب سكور. طبعا مش ده لوحده اللي هيشخص، لازم ايه؟ لازم بوبارو ايه بايوبسي، عشان ده اهم. تعال نحل بقى، هي دلوقتي عندنا دي في ميل 63 سنه، يبقى كانت كبيره جدا 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 اهي، هاي نيتروفيل كاونت، حلو، جايه النهارده بتشتكي بسبلين وميجالي، فيزيال اكزامينشن رحنا جايين واخدين بايوبسي، سايتو جيناتكس قالت لنا ايه؟ ان هو تي 22،
تي 22 ابنورماليتيز اللي هي الفيلادلفيا كروموسوم. فيلادلفيا كروموسوم دي موجوده في حتتين قلنا عليهم، ناس كبار فيلادلفيا كروموسوم يا اما موجوده في الاي ال ال جت في حد كبير، يا اما موجوده في السي ام ال. بالراحه بقى كده، انت عندك ايه اللي زاد؟ نيتروفيل يعني تبع المايلويد مش تبع الليمفويد، فهتبقى بالغالب كده سي ام ال. خلاص شخصنا، شخصنا وروقنا الكلام، تعال نعالج بقى، نختار اجابه ايه؟ اجابه صح. ركز وانت بتختار، بيقول لك وتشوف ذا فولوينج لاب انفستيجيشن، هتبدا تعمل انفستيجيشن. اول حاجه انت بتتكلم في سي ام ال، هل السي ام ال فيها بلاستات اكتر من 50%؟ لا، كنت قايل لك كورونيك يبقى فيها بلاستات اقل من 10%. ماشي، فطبعا الاجابه دي كده غلط، الاجابه دي تبع الاكيوت لوكيميا، اي لوكيميا بس تبقى المهم اكيوت. ففاكس التراب بوزيتيف دي في حاجه اسمها هير سيل لوكيميا، فاكس برضه يعني سيف، ما تعرفهاش ما تختارهاش. حلو، اور رودز، اور رودز ديت بالراحه كده، الاور رودز بتبقى موجوده في المايلويد فعلا، بس مش المايلويد السي ام ال، تبقى موجوده بقى في انهي مايلويد بقى لو انت جدع؟ تبقى موجوده في الاي ام ال بس، الاي ام ال بس هي اللي بيبقى فيها اور رودز كتير، بيبقى فيها جرانيولز كتير. حلو، تابلو لوكوميد الكلاين، هي دي، هي دي يا باشا اللي انا عايز، بيبقى قليل لان الخلايا شكلها وحش، الخلايا مش ماتيور، الخلايا اللاب فيها بيبقى قليل، انما لو اللوكوميد رياكشن بيبقى عالي. يعني ناخد بقى سي ال ال، ماشي، سي ال ال اهوت، بيقول لك الاتش بيبقى كبير في الفلوسيتومتري، بيبقى عندنا سي 5 سي 3 وايه سي دي 23، السيل البي سيل ماركر 19 و20، ماشي، البومر بيفصل، المهم الليمفوسايتس بتبقى اكتر من 30%، لان انت بتكلمني في سيل الليمفويد. ماشي، تعالى كمان قال لك تيجي تبص في السي بي سي هتلاقي الليمفوسايتوسيس، الليمفو اللي زياده بقى مش النيتروفيل، النيتروفيل مش تبقى زياده، احنا مش بنتكلم في مايلويد، بنتكلم في ليمفويد. الريكتس بقى عددها يكتر، الريكتس عددها بيكتر، لا لا لا، الريكتس عددها بيكتر، دي مهمه، مهمه جدا. ليه؟ لان اصلا البون مارو هو اللي اتنشط، البون مارو دلوقتي مجنون. هتقول لي البون مارو متنشط ومجنون ازاي؟ مش المفروض البون مارو اهو حصل فيه هايبر سيلولاريتي، ان الوايت بلاد سيلز بدات تكتر فضغطت على خطوط الانتاج التانيه، ايه اللي كتر لي الريكتس هنا؟ ما هو في حته كنت قايلها لك او ما قلتها لكش بقى، ده في المهم ان هي في الهيموريتيك انيميا، الهيموريتيك انيميا كان بقى فيها حاجه اسمها وورم هيموريتيك انيميا، في الوورم وفي الكولد. المفروض انت عارف ان الورم اسوشيتد بالسي ال ال، السي ال ال بتبدا تفعل لك اوتو اميون هيموليتيك انيميا من نوع الورم، والورم ديت يا باشا بدات تكسر لك الار بي سيز، فلما الار بي سيز تتكسر مين اللي يتجنن؟ البوم مارو يتجنن ويبدا يعمل لك ريكتس كتير قوي قوي قوي، والكومبس تيست طبعا هيبقى بوزيتيف لان هو اللي بيشوف الحاجات اللي هي الاوتو اميون، وده طبعا مرض اوتو اميون، فالكومبس تيست هيبقى بوزيتيف. حلو، في البريفرال سمير كنت قايل لك ايه في الاخر خالص؟ ان يبقى في حاجه اسمها سمادج سيلز، سمادج سيلز في البريفرال سمير، الخلايا بتبقى كده 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 كده، اهي اهي في حته سيركولار كده وحته بايسكت. حلو، لان الطبيعي الخلايا كلها بتبقى سيركولار الا في السمادج سيلز دي بتبقى في السي ال، دي حاجه كاركترستيك ليها قوي يعني. المهم العلاج بتاعنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك بيبقى كنترولنج رازر ذان كيورنج. ايوه انت اي حاجه سي فيها كرونيك كافه في الغالب ما بنعرفش نعالج، بيقول لك ايه مفيش تريتمنت في المراحل الاولانيه، والستيج زيرو ما بنعالجش وبتاع، والدنيا بتبقى حلوه وبنكمل. طب لو كان في سيمتومز وهاي ريسك بقى بون مارو فيلر، نبدا نخش ايه كيمو سيرب عالي قوي 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 قوي، ب كلاسيك يعني حاجه اسمها اف سي ار اهو، اول واحد فيهم اللي هو الفلودروبين، وبعدين السايكلوفوسفاميد، وبعدين الريتوكسيمات، الثلاثي ده، الثلاثي ده تبدا تدي. تاني حاجه الالكلايتنج ايجنت اللي هي برضه حاجات ايه، حاجات برضه كلها من الكيمو سيرابي طبعا، تبدا تدي بقى الكومباينيشن ده كله عشان نبدا نعالج السيل ده. طبعا لما الراجل يكون خلاص عنده بقى سيمتومز جامده والبوم مره هيفاليير والدنيا بايظه. حلو حلو، يقول لك برضه ممكن تدي استرويد عشان البوم مره عندنا ما يفايلرش، وحوار الاوتو اميون اللي شغال ايه اللي شغال عندنا يعني، قلت لك في اوتو اميون هيموريتيك انيمي شغال، فلازم ده برضه نوقف. طب بيبقى عنده لينف ادينو، بس لينف ادينو بس نعالجها بايه؟ براديشن. تبدا تعمل حاجه اسمها دي بالكينج، تروح على الليمف نود تبدا تقللها بالراديشن فتقل. فور سبلينوميجالي، سبلينكتومي، ليه في سبلينوميجالي؟ سبلينوميجالي بسبب اولا خلايا الوايت بلاد سيلز اللي بتطلع شكلها معفن، تاني حاجه ان انت عندك هيموريتيك انيميا، هيموريتيك انيميا بتحصل فين؟ ما بتحصلش في الاكسترامدولاري، لا بتحصل فين؟ بتحصل في البلاد فيزلز العاديه، ماشي، يعني اكسترامدولاري
انما ولا في السبلين ولا في الليفر ولا في البون مارو. التكسير بيبقى فين؟ التكسير بيبقى في البلاد فيسلز. عندنا ستيم سيل ترانسبلانت، وده طبعا بيبقى اخر حل في كل حاجه. العالي تيزوماب دوت بنستخدم ايه؟ بنستخدمه في السي دي 52. لو رجعنا كده ماشي، لو في الفلوسايتومتري لقينا سي دي 52، تبدأ على طول تستخدم ايه؟ تستخدم معانا الدواء اللي هو الجديد اللي لوحده ده. حلو، ماشي ماشي ماشي. تعالى ناخد السي ال ال اهوت اهو، ده بقى شرح الايه، شرح المرض ذات نفسه. لينفو بروليفريتيف ديس اوردر اكيوميليشن لليمفوسايت، ماشي. يبدأ يبقى شكلها بايظ والكلام ده كله. كنت قايل لك ان السي ال ال ممكن تأوفرلاب مع الايه، مع الاس ال ال، ماشي. لوكيميا يجي معاها لينفوما، وموضوع الليمونه والليمونادة اللي احنا شرحناها والكلام ده كله. حلو حلو. بيجي هنا بقى بيقول لك ايه اشهر لوكيميا وورد وايد، اشهر حاجه حرفيا في العالم كله، اشهر نوع لوكيميا هو الاي ال ال. انما اشهر لوكيميا في الويسترن كانتريز ماشي، هي ايه؟ هي السي ال ال ديت، ايرلي كوكيزيان ميلز. ايرلي كوكيزيان ايه؟ كوكيزيان ميلز، وفي الغالب اسيمتوماتيك. وعرفنا موضوع السي ال ال بيطلع ايه، بيطلع فين؟ بيطلع اهو الناس اللي هي كبيره جدا جدا جدا، لان كنت قايل لك ال ال ديت اللي هي الليمفويد، الليمفويد دي بتبقى في الاكستريمتس، يا اما صغير قوي يا اما كبير قوي. الحاجه اللي بعد كده عندنا بيبقى فيها سمولج سيلز، طبعا بيبقى فيه الليمفادينوباسي. الليمفادينوباسي ممكن تبقى ليمفوما او ممكن يبقى ليمفادينوباسي عاديه. حلو، يبقى فيه طبعا انيميا، لان انت بوظت لي خط الانتاج التانيين، وبيبقى فيه بيتيكيال هيموريتشيهات على الايد، وبيبقى فيه هيباتوس فيلومجالي، لان الاثنين عاملين يكسرهم في السمولج سيلز، خلاها شكلها وحش فكسروه. حلو، في عندنا بقى حاجة اسمها الري سيستم. ايه الري سيستم دوت؟ ده سيستم بيبدأ يقسم لنا ويعمل لنا كلاسيفيكيشن للسي ال ال، ويبدأ يشوف لك البروجنوز. أول حاجة ستيج زيرو، ستيج زيرو دي بيبقى فيها ليمفوسايتوسيس اونلي، بس حرفيا ماشي. ديت الايه اللي احنا كنا حليناها في أول الفيديو، كنت بقول لك هتبقى تشخيص سي ال ال، ولكن هتبقى ستيج زيرو لان مفيش اي كلينيكال سيمتومز، مفيش اي كلينيكال سيمتومز، يبقى ستيج زيرو. كنت بقول لك العلاج بتاعها كان ايه؟ كان فولو اند ويت، او فولو اب وخلاص كده ايه وخلص. لو ريسك اه طبعا لو. ستيج واحد بيبقى فيه ليمفوسايتوزس بس معاها ادينوباسي، يبدا بقى يجي لك ليمفوما، يجي لك بقى ليمفا ادينوباسي، الحاجات دي كلها، ده بيبقى مايلد. ستيج 2 ليمفوسايتوزس بس فيه هيباتوس بلينوميجالي بقى، هيباتوس بلينوميجالي. ستيج 3 يبقى فيها انيميا. ستيج 4 يبدا يبقى ثرومبوسايتوبينيا فيها بيتيكال هيمرش. تفتكرها ازاي؟ اول حاجه الليمفوسايتوز بس، بعدين الليمفوسايتوزز، والحاجه اللي شبهها على طول الحاجه اللي بتروح لها اللي هو الليمف نود. بعد كده ستيج 2 هتبدا تنسى، هتقول لي 2 يبقى حاجتين، يبقى سبلين وليفر، سبلين وليفر 2 هم حاجتين. بعدين ايه؟ انيميا رقم 3، ثرومبوسايتوبينيا رقم 4، كان طبعا خطيره. تبدا تعمل لك ايه؟ بتيكال هيموج طبعا زي ما احنا عارفين. حلو، تعالى ننزل. يقول لك عشان المهم البيشنت يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ليمفوما، والتاج بيجي معاها ليمفوما اللي هي سي اللي ال اسوشيتد باس ال ال سمول ليمفو بلاستيك اللي ايه؟ ليمفوما. في طبعا فيفر، في ليمف نود بتكبر، وال ال اتش بيكتر. ايه ايه ال ال دي اتش ليه بيكتر؟ لان الخلايا عماله تتكسر، والخلايا كنت قايل لك وايت بلاستيك او ار بي سيز او اي حاجه فيها الانزيم ده، الانزيم ده موجود جواها، طالما تتكسر يبدا يطلع. ليمف نود طبعا بتكتر، وفيفر بسبب الانفكشن، وبتبقى اجريسيف. عندنا بيقول لك واي سايتوبينيا، ليه في سايتوبينيا في السي ال ال؟ قال لك بسبب ثلاث اسباب، ثلاث اسباب طبعا يعني ممكن يكون عارفهم. اسبلينيك سيكوستريشن، سيكوستريشن دي ان هو بيبدا ايه، ياخد كل الايه الخلايا جواه ويبدا يحتفظ بيها. حاجه ثانيه انفلتريشن للبوم مارو باي لوكيميك سيلز، فالايه انت عندك كده البوم مارو كنت بقول لك بيبقى كراودنس، حصل له كراودنس كده فضغط له على خطوط الانتاج الثانيه فيبقى في سايتوبينيا. الحاجه اللي بعد كده انتيبادي ميديتد رياكشن، انت دلوقتي عندك الانتيبادي كنت بقول لك بتفعل الورم، ورم ايه؟ الورم اوتو اميون هيموريتيك انيميا، فهي رايحه تضرب الار بي سيز بالغلط، ممكن تنطش لك وايت بلاد سيلز، ممكن تنطش لك بليتليت، ما الخناقه جنبهم هم كلهم ماشيين جنب بعض كده، فلما انت تيجي تتخانق مع ده ممكن عادي تضرب ده وده بالغلط ماشي. نفس الحاجه، حاجات الفيفربل بروجنوز وان فيفربل. الفيفربل الحاجات اللي هي ايه؟ ميديتد اي جي هيفي ستين ماشي، عندنا ديت عندها 13 كيو، اعدي عشان تقريبا مش موجود في الكتاب بتاعنا. هنبدأ بقى ناخد الحالة دي، الحالة دي اللي احنا حلناها في أول فيديو خالص لما أنا كنت بكلمك بصورة عامة عن الكرونيك لوكي. عندنا دلوقتي ميل راجل جاي لك 67 سنة، يبقى ده كبير جدا جدا جدا. نحط الايه؟ نحط السن طبعا في الاعتبار، بس مش هو اللي هيعمل دايجنوز لوحده يعني. حاجة تانية اسيمتوماتيك، دي مهمة مهمة جدا
مهمة جدا وتحط لي تحتها متخط. الحاجة اللي بعد كده لو البلاتيلز كتيرة وكتيرة من ناحية ايه الليمفويد، يبقى انت كده ال في لوكيميا، واللوكيميا من نوع الليمفويد. حلو، فيها سمادج سيلز. سمادج سيلز كانت فين؟ في سي ال ال بس. بالاضافه كمان اللي اكد لك السن بقى، السن كبير قوي قوي اهو، كنت قايل لك ان هو بيجي في الاكستريميتيز، اعمار يا كبير قوي صغير قوي. الحاجه اللي بعد كده ايه الاستيج عندنا؟ في سيمتومز؟ لا، عنده ايه بس؟ عنده ليمفوسايتوزيس اونلي، فيبقى ده ستيج زيرو. حلو، التشخيص بتاعنا سي ال ال زي ما احنا قلنا، هاو تو مانج المانج بتاعنا، واتش اند ويت، وتبدا تشوفه هيبقى يعني هيطلع بقى الاستيج واحد، الاستيج اتنين هيبدا يحصل له الاستيجات التانية ولا لا. ناخد بقى الليوكوسايت الكلاين فوسفاتيز اللي هو اللاب سكور اللي احنا كنا قايلين عليه. نفهم يعني ايه الليوكوسايت الكلاين فوسفاتيز؟ الليوكوسايت ديت ده كده وايت بلاد سيلز، وتبقى طبعا الماتيور بلاد سيلز، عشان انت قلت الليوكوسايت الكلاين. الالكلاين ده ان هو الانزيم ده ما بيشتغلش غير في وسط الكلاين. فوسفاتيز ايز دي يعني انزيم، فوسفاتيز يعني الراجل ده بيبدأ يروح يكسر فوسفات جروب. ادي عندنا ده هو البروتين ماسك فيه فوسفات جروب، هو بيروح جاي رايح على الفوسفات جروب دي يبدأ يكسرها لك ويشيلها، ده اللي الراجل ده بيعمله. المهم الالكلاين فوسفاتيز ده قلت لك اهو، يبقى دي فوسفوريليتس الايه الكومباوند، يروح الكومباوند يبدأ يكسر لي الايه فوسفات جروب اللي موجود. ليه؟ لان فوسفات جروب دي ايه وظيفتها؟ ان هي بتفكس الاستاف. يعني ايه؟ فاكر زمان كنا بنقول لك ادي الليفر، الليفر دوت بيبدأ يعمل ابتيك للجلوكوز، ادي الجلوكوز اهو، عايز يخزن الجلوكوز ده جواه. فاكر كان بيخزنه على هيئة ايه؟ على هيئة جلوكوز 6 فوسفات كده، مسمره، كنا بنقوم بمسمره بيثبته عشان يفضل الجريدينت موجود، الجريدينت اللي هو من عالي لواطي كده، يبدأ هنا التركيز بره في البلاد ستريم عالي والتركيز جوه الليفر قليل، فيبدأ على طول الجلوكوز يخش. انما لو انت جبت لي الليفر ودخلت له الجلوكوز وسبت جلوكوز هنا، ما هيجي في وقت من الاوقات يعني الجريدينت هيبقى متساوي، او ممكن الليفر يبقى فيه اصلا جلوكوز اكتر من بره، فاحنا مش عايزين كده، عايزين الليفر يخزن ويعمل جلايكوجين. فكان اول ما الجلوكوز يخش كان بيستناه الجلوكوكاينيز ويبدأ يفسفره. هو نفس الموضوع هنا كده، بيقول لك ان الفوسفاتا ديت وظيفتها ان هي تفكس ستاف. حلو حلو. الكلاين فوسفاتيز بقى بيعمل ايه؟ بيفك بقى الموضوع ده. الكلاين فوسفاتيز موجود فين؟ موجود في الحاجات اللي قدامك دي كلها، في البلياري سيستم، بات البلياري سيستم، موجود في السكيليتال، موجود في الكيدني، موجود عندك كمان في الطفت كابيلاري، ولكن اهم حاجه هو السكيليتال والهباتي. بص كنا واخدين الاي ال بي دوت، في منه واحد، في منه اتنين، في منه تلاته. واحد ده كان بتاع البون، رقم اتنين دوت كان بتاع الايه الهباتو بلياري، انما رقم ثلاثة ده كان موجود في البلاسنتا في الاطفال، بيبقى عالي بس في اول ايه 6 شهور كده وخلاص، وبعدين بيقل اهو. ايه الحاجات اللي بتعليه؟ بلياري ديسيز طبعا، هيباتيتس سيروزز، ليكوميد رياكشن، اوبا الليكوميد رياكشن كمان بتعليه. ايوه دي حاجه مهمه، دي حاجه مهمه جدا 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 جدا، ده اصلا انا قلت لك عليه، قلت لك ان اول ما الوايت بلاد سيلز بتبدا تزيد وبتبقى ماتيور كنا بنروح نعمل حاجه اسمها لاب سكور، واللاب سكور كنا بنلاقيه عالي بسبب ان الخلايا ماتيور وكويس. هو اهو لان الانزيم الاي اللي بيده بيبقى موجود جوه الوايت بلاد سيلز الماتيور، فالماتيور دي لما بتزيد بتلاقي الاي اللي بيزادت. حلو حلو، ده انزيم يعني بيبقى موجود جوه الخليه. اوستيوماليشيا العظم يبدا يتكسر، فيبدا ايه الاي اللي بيبدا شغله يزيد. حلو، عشان انا قلت لك موجود في العظم، موجود في باجيت ديزيز عظم برضه، هايبر اي ثايروديزم، هايبر برا ثايروديزم، الحاجات دي كلها عظم. ودي ايه البريجنانسي، لان في بلاسنتا، عكس البريجنانسي المينوبوس فبيبدا يقل. حلو، حاجه تانيه هايبر ثايروديزم، العظم هنا عكس ايه، عكس العظم هنا. بعدين السي ام ال، ليه السي ام ال؟ لان السي ام ال مين اللي بيبقى قليل عندها؟ العالي عندها المايلويد، وبيبقى قليل عندها الايه الخلايا اللي هي الوايت بلاد سيلز. تقول لي ازاي بقى؟ مش فاهم الحته دي، ركز معايا. احنا دلوقتي ال A ال B ده انزيم، الانزيم ده موجود في ايه؟ موجود في الوايت بلاد سيلز الماتيور اونلي، الماتيور بس. طب السي ام ال بيبقى فيها وايت بلاد سيلز كتير ولا مش كتير؟ لا ده كتير جدا جدا جدا، بس هل هي بقى ماتيور ولا ام ماتيور؟ لا مش ماتيور، يعني ما فيهاش ايه ال B، فبالتالي ايه ال B يبقى قليل، الليفل بتاعه ايه قليل. ويلسون ديزيز نفس الكلام برضه. ماشي ماشي، تعال نكمل. وشا بعد كده بقول لك اهو، ادي الليكوميد رياكشن بيبقى نون كانسرس زي ما خدنا، والموضوع الماجنسي فيه ماشي عدي. هنا برضو بقول لك اهو اهو اللوكوسايت الكالاين فوسفاتيز بيبقى موجود في الماتيور اونلي، عشان كده بتيجي تبص على السي ام ال مش هتلاقيه فيه، هتلاقيه قليل. اي كانسر يبقى قليل على طول.
انا بقول لك السي ام ال سيلز ار مور ماتيور في الاي ام ال، انما بتبدا تقل ما بتبقاش ماتيور وايد بلس سيلز. هتقول لي ازاي؟ اهو ليفت شيفتنج ازاي؟ بص ادي عندنا خلايا اهي الماتيوريتي بتاعتها، ده ليفل الماتيور بتاعها حلو. يبدا ايه اللي يحصل؟ دي عندنا خلايا مثلا بلاست، خلايا كبيره ام ماتيور، ودي خلايا السايت اللي هي الماتيور. ماشي ماشي. انت عندك السي ام ال او اي نوع ليكيميا بيبدا يعمل لك حاجه اسمها ليفت شيفتنج. ليفت شيفتنج يخلي الخلايا تروح كده، يخلي الخلايا اللي موجوده عندنا الام ماتيور سواء ديت او ديت. حلو، يبقى دلوقتي اتفقنا ان كنا انواع اللوكيميات بتبدا تعمل لك ليفت شيفتنج لانها بتجيب خلايا اما تيور سواء ديت او ديت او ديت. الاي ام ال مثلا بتجيب لك البلاستات اللي في الاول. طب هتقول لي السي ام ال، ما السي ام ال بتجيب لي سايت، بس مش السايت الاخيره اللي هي الماتيور، سايت قبلها اما تيور برضه. حلو، فكلهم بيعملوا لك ليفت شيفتنج، وبالتالي ليفت شيفتنج يعني خلايا اما تيور اما تيور ما فيهاش الانزيم اللي هو الاي ال بي. يا رب تكون فهمتها. بتاعت اللي احنا قلنا عليها اهيت، ان انت تبدا تشخص منها الكوميد رياكشن، ده لو علي كانسر لو كان قليل. تعالى كمل 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 كمل. الكوميد رياكشن عالي، كانسر قليل. كمل كمل كمل. خش يا باشا اهو اللاب. بيقول لك بقى بيبقى عالي فين؟ عالي في الكوميد رياكشن زي ما احنا خدنا، وعالي كمان في حاجه اسمها البوليسيسيميا فيرا. اوبا، بوليسيسيميا فيرا ده مرض هناخد فيه ان الايه، ان الخلايا بتزيد والوايت بلاد سيلز بتزيد والاربيسيز والايه والليله دي كلها بتبدا تزيد. فلما الليله دي بتزيد وبتبقى ماتيور، طبعا الماتيور بتاعتها دي يعني تحتوي على ايه؟ اللي بي كتير. خلايا زادت والخلايا كانت ماتيور هنا، على عكس هنا السي ام ال خلايا زادت بس كانت ام ماتيور، فكمل لي عندها قليل الاي ال بي عشان خلايا الماتيور كانت قليله. الابلاستيك انيميا ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل حاجه اسمها بان سايتوبينيا. فمين اللي قال الوايت بلاد سيلز تصنيعها قل؟ فمين اللي قال لي معاها الاي ال بي؟ الايه اللي بي. ايوه كنت انا بقول لك الوايت بلاد سيلز بتبدا تزيد شكلا، ولكن بيبوظ كذا حاجه، بيبوظ السايز، الكونتنت، الشيب، النمبر، الفانكشن. حلو، كل ده كان بيبوظ. هتقول لي ازاي يعني؟ الشيب شكلها يبقى بايظ، ممكن تبقى سمادج زي ما انا قلت لك، النمبر عددها بيكتر، الكونتنت بيبوظ لان الايه اللي بي بيقل لان هي ما بتبقاش ماتيور. الحاجه اللي بعد كده الفانكشن بيبوظ، ان هي بقى تبدا تهاجم خلايا وكده، لا كانت بتبوظ عشان كده كانت بتلاقي على طول اي لوكيميا معاها انفكشن وفيفر. برضو البرنيشيوس انيميا نفس الكلام، بان سايتوبينيا، بان سايتوبينيا برضو تبدا تعمل لك نفس الحوارات، نفس الحوارات. ماشي، كل خلايا تبقى بايظه اماتيور. السؤال ده احنا خدناه اهوت، هنطلع في الاخر هنا كانت سي ام ال. سي ام ال ديت هتبقى في الغالب ايه؟ لاب سكور طبعا بيبقى قليل. احنا كنا لسه حالين على الكلاين فوسفاتيز. تاني تاني يا ذكي، ما احنا لسه حالينه من شويه. يقول لك هنا اه في الكلاين فوسفاتيز، في الكلاين وفي اسيد بقى فوسفاتيز. فاكر كنت بقول لك الكلاين ده ما بيشتغلش غير فاست الكلاين، انما الاسيد فوسفاتيز ما بيشتغلش غير فاست اسيدك. اه فاست اسيدك، فاست اسيدك ده في الغالب بيبقى في البروستات كانسر. وعندنا بيدفرنشيت ما بين البي ال ال والتي ال ال، كنا خدنا منها البري بي والبي والتي، فهو كان بيبقى نيجاتيف في البي ال ال، انما التي ال ال كان بيبقى بوزيتيف. ما علينا، عدي 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 عدي، كمل كمل كمل. اه اللي سجبت واللي سجبت والحاجات دي كلها طبعا عارفينها، طبعا اللي سجبت واللي سجبت دول والقسط والقبط والحاجات دي كلها كانت بتبقى هي باتو سايت، كانت بتبقى جوه الخليه ذات نفسها بتاعت الليفر. انما الاي ال بي هل بيبقى جوه الليفر؟ لا، بيبقى بره في البيلياري، في البيلياري تري، في البيلياري تري. الاميليز واللايبيز طبعا بيبقى جوه الخلايا البنكرياتيك سيلز. كمل 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 كمل. تريتمنت الاكيوت مايلوجيس لوكيميا الاي ام ال. ماشي، تعالى ناخد يا عم الاي ام ال. بسم الله. احنا عندنا الاكيوت لوكيميات كنت قايل لك بنعالجها على حسب المرحله. اول مرحله كان اسمها ريميشن اندكشن فيز، عالي واطي عالي واطي عالي واطي. يبقى احنا هنعالج ايه دلوقتي؟ هنعالج الريميشن، هنعالج نحاول نخلي العيان من هو اندكشن ننزله الريميشن، ونطول بقى فتره الريميشن. يبقى بتخش بهاي دوز كيمو ثيرابي لحد ما العيان يقل منك، ينزل يبقى ايه؟ ينزل يبقى ريميشن. ومن ثم بتلاقي خطوط الانتاج كلها بايظه، فبنديله ار بي سيز وبليتلت وبنديله جروث فاكتورز. حلو، بعدها العيان الحمد لله بقى ريميشن، والكاونت الوايت بلاد سيلز بتاعه بقى كويس. بنعمل حاجه اسمها بوست ريميشن ثيرابي اللي هو الكونسوليديشن. الكونسوليديشن ده بيعمل ايه؟ بيطول فتره الريميشن اطول فتره، لان لو انت دخلته في ريميشن وسبته من غير ادويه هيرجع لك تاني يبقى اندكشن. فانا كده كاننا ما عملناش حاجه، زي اللي راست على السلم، فنرجع تاني نديله ايه؟ نديله كونسوليديشن فيز اللي اسمها المينتنس، بنديله يعني ادويه كيمو بس على الهادي، يعني ايه حاجات على الهادي كده، وبيزود طبعا السرفايفر بتاعه انه يعيش مثلا سنه اتنين تلاته زياده في حياته.
حلو حلو. وفي الاخر خالص ممكن نبقى نفكر بوم مرة ترانسبلانت، بس ده شروط كتير جدا، مش اي حد كده معدي يدي بوم مرة ترانسبلانت. قال لك اوقات الاندكشن ريميشن فيز بتبدا تدي ايه، بنبدا ندي دواء اسمه السيتوزين ارابينوسايد، ده بيبقى لمده 7 ايام، وبتدي معاه الدونالروبسين برضه 3 ايام. الكونسوليديشن نفس الادويه بس ايه بجرعات ايه اخف كده وحاجات على الهادي عشان نكمل بيها. ممكن بقى لو العيان اقل من 60 سنه ويبدا يستحمل الاميونو سبريسيف وتستحمل انت تثبت له الزرعه بتاعته، تبدا تدي له اللوجينيك ستيم سيل. يعني ايه اللوجينيك؟ يعني بنجيبها من ايه، من انسان بشري لانسان بشري، مش بنروح نجيبها بتاع الحيوانات والحوارات دي. حلو، بيقول لك بقى بيبقى بيتر بروجنوزس طبعا لو انت اديت له اقل من 60. يا سلام بقى لو كان يونج لايف كده وحياته ايه وهيلسر، لو كان يعني صحته كويسه تقدر تستحمل ان انا ادي له ادويه تثبت الزرعه ديت وجسمه ما يهاجمهاش. ليميتد ريسورسز. اخر حاجه النون ميلو العتره بقى، العتره ده كنا عارفين ان هو ايه بيعالج ايه، بيعالج طبعا 15 17 اللي هو البرو مايلوسيتيك لوكيميا، طبعا من اشهر انواع اللي هي ام 3، مشهورة جدا جدا جدا. خش بعد كده عندنا ايه، راجل جاي 50 سنة اهوت ميوكوزال بليدنج ماشي، ايه في عنده اور رودز، اور رودز يبقى انت كده بنتكلم في مايلويد. حلو، البومارو ماشي سيتوبلازميك دايجنوز اي ام ال. يا سلام ده الراجل جاي مشخص ايه، مشخص نفسه، ده انت راجل زي الفل، ادي اي ام ال اتشخصت لوحدها. ادينا له كيمو، كيمو ده قعدنا مثلا 15 يوم ندي كيمو، بعدين ابسليوت اهو ستيل هاز ابسليوت نيوترو ايه، نيوترو فيل كاونت اقل من 500. يا سوادي ايه اللي حصل ده، ده الكيمو كان غشيم قوي كده، الكيمو قللها له خالص ازاي، قلت. حلو، بيقول لك كده هو ريسك الايه، بالراحه مين اللي قال، نيوتروفيل، نيوتروفيل ترجع بقى كنت بقول لك في حاجه اسمها نيوتروفيلك الليكوسايتوزيس بتحصل، وده سببها ايه، سببها كانت بكتيريال انفكشن ماشي، وتيشو نيكروزيس وهاي كورتيزون. دول الثلاث اسباب بس اللي يعلوا لك النيوتروفيل، دول الثلاث اسباب اللي النيوتروفيل بنحتاجها فيها عشان تروح تهاجم. يبقى بتهاجم 3 حاجات، الموضوع اسمه نيترو فيليك ليوكو سايتوزيس اللي بيحصل فيها بتزيد ليه؟ بتزيد بسبب بكتيريال انفكشن، بتزيد بسبب تيشو نيكروزز، بتزيد بسبب هاي كورتيزول ليفل. بس طبعا بيزودوا ايه، بيزود النيتروفيل بس بتبقى نون فانكشنال. المهم ركز بقى الريسك فاكتور الراجل ده يصاب بيه طبعا من غير ما تفكر، بكتيريال نيومونايتس عشان ديت البكتيريا الوحيده تقريبا اللي هتصيب. بلاست كرايسيس، ما هي البلاست كرايسيس؟ طبعا البلاستيك كرايسيس دي ممكن تحصل لي ايه، ممكن بتحصل لي في الموضوع السي ام ال دوت، كنت بقول لك بيبقى 3 مراحل، كورونيك فيز، اكسلريتد فيز، وفي الاخر كان في حاجه اسمها بلاستيك كرايسيس. بلاستيك كرايسيس تعال نكمل بقى ايه موضوع البلاستيك كرايسيس دوت، اهو ادي كورونيك فيز، اكسلريتنج فيز، بلاستيك كرايسيس، ان البلاستات فيها كانت 10 او 15 مثلا تبدا تزيد اكتر من ايه، من 20%، فتسلك سلوك الاكيوت مايلويد لوكيميا اجريسيف والعيان بيموت للاسف. الموضوع بيتشخص ازاي؟ الموضوع طبعا البلاستات بتاعته بتبدا تكتر، تكتر جامد جدا جدا جدا. فالموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ بيبقى ماشي ان انت هتلاقي عنده فيفر، في فاتيج، في انفكشن، نفس الحاجات برضو بتاع اللوكيميا العاديه، ولكن بتبدا تلاقي معاها بيزوفيليا، وتلاقي معاها ايه كمان؟ تلاقي معاها ايزينوفيليا. ليه؟ لان يعني انا كنت بقول لك مايلويد، والمايلويد بيطلع منه 3 حاجات، نيوتروفيل، بيزوفيل، ايزينوفيل، هتلاقي الثلاثه بقى عاليين بقى في الوقت ده، 3 بيبقوا عاليين في الوقت ده. عنده ويت لوس، بليدنج، ثرومبوتيك ايجنت في السي في ايه، ممكن يجيله ستروك، ممكن يجيله ام اي ماشي، لان عنده ثرومبوتيك ايفنت، بليدنج وفي نفس الوقت ثرومبوتيك ايفنت. او يبقى البلاستيك كرايسيس لما كترت عملت ليوكوسايتوزيس، راحت قفلت البلاد فيزن فعملت لك ثرومبوتيك ايفنت. طب البليدنج جاي منين؟ جاي بسبب الانيميا اللي عنده، عنده انيميا والبلاستات ذات نفسها بتفرقع. حلو، وعنده انيميا ماشي، وعنده ثرومبوسايتوبينيا برضه ذات نفسها، انما الثرومبوتيك ايفنت اللي حصل هنا مش بسبب البليتلت راحت قفلت، لا ده الايه البلاستات هي اللي راحت قفلت لان حجمها كبير كده وغبش. بيزوفيليا بقى الهيستامين، بيقول لك ايه البيزوفيل بتطلع هيستامين، فتبدا تعمل لك دايريا بريتس فلاش ماشي. اللاب بقى هتلاقي البلاستات اكتر من 20% وهتلاقي فيها بيزوفيل كده. الحمد لله احنا خلصنا كل حاجه، نبدا بقى نخش على الكتاب، نعدي عليه فر سريع كده، احنا كده شرحنا كل حاجه حرفيا. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.